واحد بيقول الأرواح النجسة حينما نظرت المسيح خرت له وصرخت قائلة إنك أنت ابن الله، وأوصاهم كثيرا أن لا يزهروه كما ورد في مرقس 3. فكيف لا يعرفه رئيس الشياطين الذي لازمه في التجربة في البرية بعد المعمودية؟ هو في الحقيقة المسيح كان أحيانا يعمل أشياء تثبت لاهوته، وأحيانا يسلك في تواضع الطبيعة البشرية بطريقة تخلي الشياطين يشكوا. يعني ساعة ميلاده والملائكة اللي بتبشر بيه واللي بشرت الرعاة بوضوح شديد وقالت بشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. بعد كده يلاقي الشيطان ان ده هارب الى مصر كما لو كان خايف من سيف هيرود، يقول يبقى مش شغل. يجي في مصر يعمل معجزات كثيرة، يقول يبقى هو. بعدين يطردوه من بلد لبلد، يقول يبقى مش هو. يقعد وسط الشيوخ وعمره 12 سنة ويتكلم كلام عجيب جدا وإجابات مش ممكن نقولها واحد في السن، يقول يبقى هو. بعد كده يلاقيه قاعد لا سيرة له ولا اسم بقية 30 سنة، يقول مش هو. يجي ساعة العماد يسمع صوت الأب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يقول يبقى هو. بعد كده يلاقيه على الجبل جعان وغلبان. يعني فضلت الحكاية يا ترى هو ولا مش هو، لغاية لما الصليب نفسه السؤال اللي سأله الشيطان على أفواه بعض الناس، لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، يعني معناها لغاية كده برضه هو لسه مش متأكد.